نبداو ياش بالاستهزاء. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة أظن في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله العفو والعافية. هاد الناس هادو يردوا هاد لي كويز يعني تقول يا هادي هادي ربي فتا صغاز هو التابو اسم فتاك ولا هيرو كان توز لي فجر صغاز هو التابو غود هادي فتا ربي صغاز هو التابو غادي هو تسال دار الجهاد ما سنا ارغبوا يعني بطولان او كذا واجبلوا عند اللقاء وبئس ما قال الناس ساو فما زمي في الصحابه نسيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ربي تبارك قول بالله وآياته ورسوله إذ ضربي لمازن هوري وزدور قزنز قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم قد هنا حرف تحقيق يعني كفرتم حقيقة ويقينا اسمع قد كفرتم بعد إيمانكم رأب وإذا كانوا مؤمنين بتزكية الله سبحانه وتعالى نكونوا نسني إذني نرسل الدور نرسل وإذا أسعد لي هذه سعد لي كاد يعني مؤمن سعد لي كاد يعني المؤمنين سعد لي كاد من النبي صلى الله عليه وسلم سعد لي كاد في غزوة تبوك سعد لي كاد في الناس للجهاد قد كفرتم من فوق سبع سماوات قد كفرتم بعد إيمانكم ما رأينا كانوا يولي استهزاء بس مواقع التواصل الاجتماعي شتي استهزاء باللحية شتي استهزاء بالتقصير شتي استهزاء بالنقاد شتي استهزاء إلى غير ذلك من أنواع الاستهزاء كي اللي تينكت والنكت إلى غير ذلك لماذا؟ بما له علاقة بالإسلام وما له علاقة بالاستقامة والالتزام والتدين وعلى المجرة واللائحة طويلة وكل هذا كفر استهزاء بدين الله كفر اسم الله يتصل دمر به سواء كان جدا أو هزيلا اسم الله اللي يتصال إنك إذا اللي نمرك لزبتين إذا اللي يتصال هذا ننغوي ولئن سألتهم لا يقولون إننا كنا نخوض ونلعب ندوز الوقت احنا في السفر وحنا كذا تندوز ندردش تندردشو ولئن سألتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم